محتاجه عندي 3 كوبايات من الدقيق، كوبايه من الزبده بدرجه حراره الغرفه، ربع كوبايه من الزيت، وعندي كمان بيضه وفانيليا ونص كوبايه من اللبن ونص كوبايه من السكر بودره ونص كوبايه من اللبن البودره ومعلقه صغيره من ريحه الكحك، او ممكن تحطوا محلب البهارات الكحك سوري، او ممكن تحطوا محلب، وعندي رشه ملح وعجوه او ممكن برضو ملبن لو انتوا حابين تحشوا بملبن. طبعا عندي ممكن بهارات كحك، ممكن محلب، ممكن حبهان مطحون، ممكن قرنفل مطحون، كل الحاجات دي. التست ده كله بيبقى لايق جدا مع المعمول بتاعي. تعالوا كده اول حاجه هنبدا نحط الزبده بدرجه حراره الغرفه في العجان او في بوله، هنبدا نضربها كده ايه بمضرب البيض كده بحيث ان انا افكها شويه واخليها كريمي كده. ام محمد صباح الفل، اسماء عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه، اخبارك ايه؟ تمام. ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ انا حضرتك طيبه. وانت طيبه حبيبتي وبخير يا رب. والله انا بحبك قوي يا ست اسماء. الله يخليك على طول. الله يخليك يا حبيبتي، تسلمي لي. انا حضرتك طيبه. وحضرتك بخير يا حبيبتي وطيبه يا رب. عيد سعيد عليكي كده. الله يخليك. الله يخليكي. الله يخليكي يا حبيبتي. شكرا يا ست اسماء. شكرا يا حبيبتي، تسلمي لي. بصوا، كوباية الزبدة بدرجة حرارة الغرفة هبدأ إن أنا أضربها. هبدأ أضربها مع السكر البودرة. هجيب السكر البودرة كده واحط كده السكر بودرة على الزبدة. زيزي صباح الفل. صباح الخير. صباح الجمال يا حبيبتي، عاملة ايه؟ عندي بس ما اعرفش صوتي طالع كده. الايه يا حبيبتي؟ الصوت عندي صوتي في بردي كده رهيب. ده احنا الدور ده شكلنا كله داخلين عليه قبل العيد. والله انا النهارده برضو يعني صحيه شكله داخل عليا برضه نفس الدور. الف سلامه عليكي. الله يخليكي. الله يخليك. تسلميليكي. هو السقعه والحر، السقعه والحر ده يعني ان شاء الله يعني الجو يستقر. تسلمي يا قمر، تسلمي، منوره الدنيا كلها. الله يخليكي يا حبيبتي، تسلمي. تسلميليكي. والكحك امبارح سهل وبسيط، بسطتي الناس كل حاجه. تسلمي يا حبيبه قلبي. والله تسلمي. النهارده المعمول ربنا يديك الصحه يا رب. الله يخليكي يا حبيبتي. الله يخليكي. تحياتي ليكي. تحياتي ليكي يا قمر. صباحك زي الفل. تسلمي يا حبيبه قلبي. بصوا احنا كده هنضرب السكر بودرة مع الزبدة. بصوا انا وانا بضربها من وقت للتاني كده لازم تقوموا رافعين، او طبعا لو ما فيش عجان بتضربوا بمضرب بيض، يعني توقفوا المضرب وتبدأوا تقلبوا كده عشان يعني الزبدة تبقى كريمي مع السكر بودرة، وفي نفس الوقت تبقى مفيش حاجة يعني مش بتتضرب معايا او في حاجة في الارضية او في الجناب. انا عايزة كله كده يدخل مع بعض يبقى كريمي خالص. تمام. فمن وقت للتاني بدي تقليبة عشان ابقى متأكدة ان انا بقلب كله مع بعض مظبوط. المرحلة دي هحط ربع كوباية الزيت. هوقف طبعا برضو واقلب الجناب كده عشان ابقى منزلة كل الجناب مع بعض. اهو كل المقدار انزله كده بسباتولا كده من البولة. اهو هنشتغل بمضرب بيض لو ما عنديش عجان. كده كده احنا في البسكوتات وفي الكحك مش بنبقى محتاجين عجن خالص. انا بس في الاول مجرد ما بنحط الدقيق ممنوع اي عجن، يعني خلاص الدقيق دخل معايا في المكونات، العجن الكتير ده بيعمل لي عرق للعجينه وانا مش عايزه كده. انا عايزه تبقى يعني بسكوتيه، مش عايزه اكني باكل حاجه بتقطم او عيش كده. عايزه اي بسكوت او كحك او اي حاجه بعمله ما يبقاش لي عرق خالص، فالمفروض ان انا ما اعجنش كتير خالص. هبدأ أخلط تاني.
انا حطيت البيض والفانيليا اهو، هحط برضو عليهم الفانيليا سواء سائلة او باودر، برضو هقوم موقفة ومدية تقليبة كده عشان مش عايزة حاجة فاصلة خالص في المكونات دي، عايزة البيض مع الزيت مع الزبدة مع السكر يبقى كله مضروب كده بالشكل ده بنفس الترتيب اللي احنا عملناه. استاذ حسين صباح الفل. صباح الفل يا شيف، حضرتك ايه؟ الناس كلها عندها برد النهارده ولا ايه؟ لا لا الحمد لله تمام والله، يخليك تمام دايما يا رب. بقى الجو سخن يعني في النهار وبالليل بيبرد. ايوه ده حقيقه فعلا، احنا تعبنا مع الجو ده مش عارفين هيحصل ايه. ان شاء الله يستقر قريب باذن الله. ان شاء الله. الله يخليك يا شيف، تسلمي ليكي ويعني متابعين حلقاتك الحلوه دي بتاعت العيد دي صراحه، يعني حضرتك يعني استاذ ورئيس القسم فن الحلويات. الله ربنا يخليك، شكرا جدا. ربنا يديك الصحه كده ودايما كده منورانا، وان شاء الله عيد سعيد على حضرتك يا شيف وصدق وصدق البرنامج الناس الجمال والمحترمين مع حضرتك. تسلم استاذ حسين، صباحك زي الفل، شكرا جدا. تسلم. بصوا هنحط بقى على الثلاث كوبايات دقيق معلقه بهارات الكحك او زي ما قلت لكم حبهان او قرنفل مطحون او اي حاجه انتوا حابين تحطوا الطعم بتاعها، وهحط لبن البودره. كاميليا صباح الفل. الو ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ ازي حضرتك يا شيف؟ تمام والله كله زي الفل. كل سنه وحضرتك طيبه. وانتي بخير يا حبيبتي. الله يخليك. تسلم ايدك على كل حاجه بتعمليها والله. تسلمي تسلمي لي يا حبيبتي تسلمي. عايزه اعرف طريقه بس يا شيف البيجيفور والغريبه بعد اذنك، حطيت لهم قد ايه سكر على الكيلو؟ هنشتغل فيهم. حاضر يا حبيبتي عينيا. خلاص ماشي حبيبتي، تسلم ايدك. الله يخليك تسلمي. هنقلب بقى كل الكلام ده كده مع بعض اهو، وهبدا بقى ايه احط الدقيق مع البهارات بتاعه الكحك اللي حطيناها مع اللبن البودره، كل الكلام ده كده ايه على الزبده. لو انا بقى ما عنديش عجان هشتغل بس يعني هبس كده بايدي، هدخل كل الزبده والدهون دي مع الدقيق، هفضل ابس كده بايدي لحد ما تتشرب خالص الدقيق الزبده اللي عندي. نشيل بقى الحاجات اللي مش محتاجينها. بصوا طبعا انا هوريكم برضو عشان لو ما عندكوش عجين في المرحله دي هتتعاملوا ازاي. بصوا احنا هنشيل ده كده، بص احنا هنقلب بالكف. بصوا هتبداوا تجيبوا الزبده اللي تحت كده اهو وتبصوها في الدقيق بالشكل ده، تدخلوها جوه كل الدقيق اللي محطوط اهو. بصوا اهو الشكل اللي انتوا شايفينه ده، بخليها ناعمه خالص، بشرب كل الدقيق اللي عندي بالسمنه اللي موجوده اللي احنا او بالزبده سوري اللي احنا حطينا في الاول. خلاص طب في المرحله دي طبعا هي عباره عن الزبده والعجينه او الدقيق سوري، تمام؟ فلازم اربط الكلام ده، هربطه بايه؟ هربطه نفس قصه الكحك لو خدتوا بالكم، بسينا وبعدين بنربط بالميه، الميه عندي بتربط هنا، تمام؟ بنبدا او السوائل عموما ببدا احط نص كوبايه اللبن، وبصوا انا هسيب معلقتين كده فيها عشان برضو بتفرق من نوع دقيق شويه، هشوف كده في يعني اخر معلقتين في النص كوبايه دول هسيبهم كده اشوف ايه اتست بيهم الدنيا ايه. ببدا كده وببدا ان انا الم فقط مش عايز اعجن خالص. خلاص تمام، وطبعا لازم اريح العجينه بتاعت المعمول سواء السميد سواء الدقيق، لازم اريحها في الثلاجه عشان اعرف ان انا اتحكم فيها واشتغل فيها كويس جدا بعد ما اخلصها.
تمام. في المرحله دي لازم اسيبها تريح في الثلاجه، تريح حوالي ساعه مثلا او حاجه قبل ما ببدا ان انا اشتغل فيها. اهو انا كده خلاص مش هحط المقدار الثاني بتاع اللبن اللي هو فيه حوالي معلقتين مثلا. اهو بصوا بصوا عامله ازاي العجينه عامله ازاي. بس طبعا محتاجه ان انا اسيبها تستريح في الثلاجه اهي. بصوا سيبها تريح مثلا حوالي ساعة أو حاجة عشان أعرف إن أنا أشكلها وأشتغل بيها كويس وتبقى مظبوطة معايا وزي الفل. ببدأ بقى أسيبها في التلاجة.